يا مراحب في شغل عادي. قصة أشهر كيس بلح في السينما المصرية في فيلم كراكون في الشارع لعادل إمام، فاكرينه؟ خدوه ليه؟ مش كده؟ أعتقد أنه الصورة دي والفكرة دي ممكن تلخص كل اللي عاوزة أتكلم عنه في القصة النهاردة. القصة اللي ما يعرفهاش وأعتقد أن معظمنا يعرفها تحكي عن راجل ومراته راحوا يحجزوا شقة في برج عند راجل شكله صالح كده وتقي، والقصة بتحكي أنه طبعاً خد بكل الفلوس اللي دفعها كيس بلح، واللي احنا متأكدين منه أن أكيد كلنا في مرحلة ما من حياتنا حصلت معانا الحركة دي، كيس البلح. كلنا عدى علينا شخص رسم لنا صورة وردية ووعدنا بوعود كثيرة جداً، وتخيلنا بناءً على الوعود دي أننا هنعمل خطط. بالمناسبة واحدة من المجالات اللي بيحصل فيها ده كتير جداً هي القطاعات العملية والشغل. لما حد يقولك كده ببساطة يعني سيب شغلك وتعالى اشتغل معايا، حصلت عند حد فيكم؟ حد أخد كيس بلح في حياته؟ تحكولنا؟ طب احكولي. أنا كنت شغال في مطعم فقعدت حوالي 25 يوم، فصاحبي جاب لي مطعم تاني قال لي نبقى مع بعض وكده ونفس السعر برضه، فروحت معاه وكده. المهم قعدت يومين وطردوني، ف ما استفدتش اي حاجه عشان انا سبت المطعم اللي كنت فيه ورحت معاه. صح، قال لك تعالى معايا واداك وعد عظيم ان الدنيا ورديه. حد حصل معاه كده تاني؟ ساعة كورونا في 2020 طبعا ما كانش فيه اي شغل، ولما الدنيا بدات تفك شويه شفت اعلان شغل ورحت، والشغل اللي هو بقى ايه هتدفع الديبوزيت دلوقتي ومش عارف ايه رسوم استماره وانترفيو تدفع عشان تشتغل؟ وما فيش شهرين ثلاثه وهنرقيك والكلام ده كله. اول شهر اشتغلته المفروض ان انا بعلن، يعني عامل زي ايه؟ زي مكتب توظيف مثلا، فانا اللي بقول الشغل للناس والكلام ده كله. لقيت الناس داخله بتتكلم، اللي راح الشغل ده بيتصل بيا يهزقني ويشتمني و الكلام ده كله، وفي الاخر رايح يعني بتكلم خلاص انا قعدت شهرين، فانا ما كنتش ابطل اخد اقضي نص شهر حتى اي حاجه ماشي بيها نفسي، مفيش. تاني يوم جيت اروح لهم تاني، قالوا لي عدى عليا بكره. تاني يوم جيت اروح لهم تاني ما لقيتش المكتب موجود خالص. انت عارف يا عبد الرحمن ان الثلاث حاجات اللي انت قلتهم دول، ارجع بقى شوف حلقه مكتب التوظيف احنا قلناهم بالظبط. بتفرج بس على البرنامج. دي ثلاث كذبات معروفين وانه ناس بتضحك عليهم في الحاجات اللي زي دي. انا بشكرك انك قلت، بس يعني حاسه بيك. فكره انه حد يقول لي اشتغل معايا ويوعدني بالشغل وبظروف كويسه، لكن ما يا جماعه ما تسمحوش بفكره ان انا اشتغل من غير مقابل، دي حاجه صعبه جدا. لكن على كل حال في قاعده مهمه جدا اسمها ان انا ما بنيش خطط على احلام الاخرين. لو هعمل خطه لحياتي لازم يكون في واقع قدامها. مشكله أعمق حبتين. إحنا عندنا سلوكيات متطرفة العامية المصرية لقت لها حل وسمتها الأفوارة. إحنا بنبالغ في كل حاجة، يعني اللسان الحلو إن أنا بكلم الناس بكلام لطيف وبوعدهم بحاجات حلوة أو بطمنهم، يعني ظبطته مش إنه يكذب لكن إنه يبقى لسان مرحب ومنضبط يعني، لكن مش معناها أبداً إنك تكون مدلس وكذاب. تريح الزبون مش معناها كده، والعكس تماما. لما تروح تاخد خدمه وحشه جدا، المعامله الوحشه جدا والتعالي على لقمه العيش اللي بعض الناس بتعملها برضو بدافع الافوار، ممكن بعدها تتوقع يعني ازاي ان يجيلك خير وانت بتقدم الاداء ده. الحاجه الغريبه بقى في الافواره والناس اللي بتوعد من غير ما توفي انه مش بيحترم ذكاء الاخرين. لازم تعرف وانت بتقدم وعد بخدمه او بحاجه او بانك شاطر قوي واجمد واحد في الموضوع ده، لازم تعرف انك بتتعامل مع شخص ليه سابقه خبرات في الحياه، وانه غالبا اتعامل مع حد في نفس مجالك، وغالبا عنده انطباع مسبق عن كل الناس اللي شبهك. فخلي بالك في قاعده لذيذه جدا، ولاننا النهارده بنتكلم عن المبرمجين فالمبرمجين كمان بيستخدموها، انها اوعد اقل وسلم اكتر. دي حاجه ممكن تساعد جدا في انك تبني سمعه كويسه. ببساطه جدا بدل ما ابتدي اجامل واقول كلام كبير عن وعود انا نفسي اعملها، خلينا نفترض سلامه النيه، نوعد وعود اقل لكن وقت ما نقدم الخدمه او النتيجه نقدم حاجات اكتر. انا عندي النهارده بس ثلاث اسئله. السؤال الاول، احنا ليه بنعمل كده؟ وليه لازم نوعد اقل؟ وليه لازم نسلم اكتر من اللي وعدنا بيه؟ الافواره سببها زي ما اتفقنا احيانا نيه طيبه وعدم قصد، واحيانا
محاولة غير مدروسة إن أنا أكسب ثقة الناس، لكن الأغلب سببها عدم ثقة أصلاً باللي مطلوب مني، أنا مش عارف، فعشان كده أنا بوعد وخلاص. ليه لازم نوعد أقل؟ عشان حاجة اسمها سقف التوقعات منك. لما بقنع اللي قدامي بقدر أعمل 10 حاجات، هو بيتوقع مني 10 حاجات، ففي الغالب لو أنت عملت 8 أنت عملت كويس بالمناسبة، بس المرة الجاية مش هتتصدق. اوعد أقل عشان تتصدق وعشان تبقى منطقي، اوعد أقل عشان تلتزم بالقليل اللي أنت وعدت بيه. والسؤال الثالث بقى، ليه لازم نسلم أكتر؟ شاركوني، يعني ليه لازم لو أنا وعدتك أن أنا هلتزم في الشغل مثلاً، لو أنا بشتغل في المبيعات وهجيب لك 5 عملاء، ليه لازم أحاول قد ما أقدر أن أنا أجيب 6؟ اشمعنى؟ مصداقية. حلو، مصداقية طبعاً. وإيه كمان؟ أكسب ثقة. طبعاً أنا عملت دوري وزيادة كمان. أنا هنا عملت حاجة جميلة جداً اسمها بناء السمعة. أنا عملت صورة ذهنية أو سمعة عن نفسي إن أنا بنفذ أكتر من المطلوب. وفي قاعدة في الحياة كده اسمها لما تشتغل مع حد لازم تعمل حاجة اسمها الواو إيفكت، الحتة الزيادة دي. يعني أنا مطلوب مني أعمل 1 و2، لو عملت 3 فاللي قدامي هينبهر، هينبسط. ولأنه في مبدأ في الحياة اسمه اللي بيزرع بالشح بالشح بيحصد، يعني اللي بيزرع بالقليل بيحصد بالقليل، واللي يزرع بكرم بيحصد بكرم. فبالتالي لما بدي أكتر أنا باخد أكتر من غير ما أحسبها ولا أفكر فيها. ولأنه كمان الأفعال بتتحدث بصوت أعلى من الكلمات، بيقولوها كده دايما. ودي أكتر لأنك لما بتدي أنت مش بس كسبت في الشغل، أنت كسبت في العلاقات، والعلاقات طول الوقت أهم بكتير من الشغل. أخيراً بقى، خطورة الأفورة لما بتبقى حالة عامة في بلد ما مثلاً، فبيحصل إنه ناس بتفقد الثقة في القطاع ده كله. يعني لو قلت مثلاً إن كل اللي بيشتغلوا، وطبعاً مش قصدي كده، في المبيعات بيبالغوا، فأنا هعمل إيه؟ أي حد هيبيع لي حاجة هبقى شاكك فيه، بفقد الثقة في القطاع، في المؤسسة. عموماً المهنة اللي هنتكلم عنها بعد دقايق هي كمان بتعاني من الحالة دي، إنه الناس بتوعد كتير لكن عندهم تحديات كتيرة جداً في إنهم يقدروا يسلموا أكتر.